سكان وفنسو بالمصيف القلي غربي سكيكدا يحيون عادة الأجداد التي اختفت منذ نحو 20 عاما، ويلتقون هنا بمناسبة حلول الشهر الفضيل، يذبحون العجول ويوزعون لحومها إحياء لتظاهرة الزردة التي يتجاوز عمرها القرن من الزمن. زردة تاع من جد جدنا عليها بالك واحد 100 سنة، تتلم الزريبة صف واحد تتعشى ليلة واحدة بالفقير بالغني، كيقول انا جيت منكم ننفق معاكم ولا نجيبوا الخبر واحد ما من بعيد من عنابه ولا من جوابه ولا من فنس ولا من القل ولا من سكيكده، ما عندوش وفهمنا عليه ما عندوش ما يجيبش الخبر، نحطوا له هنا معانا وتوصلوا للدار يوصلوها له ناس مؤمنين، مريض نطلبوا له ربي يشفى ونبدلوا مجهود كيفاش نداويوه. هنا بين هاته الأشجار الكثيفة تجدد اللقاء الذي جمع أهل القرية القاطنين والمهجرين القادمين من مختلف الولايات، والهدف واحد، لم شمل سكان يافنس ومشاركة لحوم هاته العجول على موائد إفطار الأغنياء والفقراء. بمناسبة دخول شهر رمضان أن نلتقي كافة بالسكان الموجودين في القرية ولخارجها لنقوم بعملية ذبح الأبقار وتوزيعها على جميع السكان فقيرهم وغنيهم بالتساوي. اليوم قمنا بذبح 3 أبقار. هو الشهر الفضيل إذن يعيد الزردة لسكان يافنسو، وفي ذلك إحياء للتقاليد الجميلة بالمنطقة، تقاليد طالما صنعت البهجة والأمل والسرور وزرعت روح التضامن والتآخي بين سكان القرية الواحدة، وهي كذلك ما دامت تقام لأجل المساواة بين الغني والفقير.